صلاح السويدي رئيس منتدى الصحراء للهواء والثقافات، حضورنا اليوم برواق جامعة عبد الملك السعدي، جامعة اللي تعرفنا عليها عن قرب، اللي صراحة حضورنا كوفد من منتدى الصحراء للحوار والثقافات لمسنا يوميا كمجموعة من الفروع الجهوية، نقوم بزيارة لمجموعة من الأروقة، تنتبهنا حفاوة الاستقبال وحسن تدبير هذا الرواق لجامعة عبد الملك السعدي اللي تعرفنا عليها عن قرب، اللي حاولوا الإخوان يعرفوا بتاريخ هذه الجامعة والدور ديالها التاريخي والعلمي، ولابد من نوه بعمل هذه الجامعة تحت إشراف السيد رئيسها وعمدائها وأطرها، وهذا إن دل على شيء بينما يدل على انفتاح الجامعة عن محيطها الخارجي. اخترنا نديروا هذه الزيارة تزامنا مع منبر مساء الجهة اللي كان صدفة خير باش نوجهوا له الشكر لتغطية هذه الزيارة كوفد من منتدى الصحراء للحوار والثقافات لهذه الجامعة. وإن شاء الله المنتدى في الأسابيع المقبلة سيوقع اتفاقية شراكة مع جامعة محمد الخامس، ولا يكون لنا اتفاقية شراكة مع الجامعات، جامعة مولاي إسماعيل بمدينة مكناس وجامعة سلطان مولاي سليمان بمدينة بملال. واليوم شاءت القدرة باش نتعرفوا عن قرب عن جامعة عبد الملك السعدي، اللي إن شاء الله نطمحوا ونكونوا شركاء معها حتى يتسنى للفرع الجهوي بجهة طنجة تطوان الحسيمة الاشتغال على تنزيل برامج منتدى الصحراء للحوار والثقافات على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة. واليوم تنويه خاص لأطر هذا الرواق، والجامعة هنيئة للجامعة عبد الملك السعدي بهذا الخيرات من الأطر اللي حاولوا يعرفوا بهذه المؤسسة العريقة والتاريخية كباقي الجامعات المغربية. ولا بد من نحيوا نحن كمجتمع مدني الحمد لله منبر مساء الجهة، الحمد لله اللي عنده صدى وطني اللي الحمد لله غطى هذا الحدث. نتمنى إن شاء الله فعالية المجتمع المدني تزور الجامعات بحيث الجامعات منفتحة على محيطها الخارجي، وبالخصوص فعالية المجتمع المدني، وبالتالي دور الجامعات في الدبلوماسية الموازية خصوصا بالتعريف بالقضية الوطنية ومجموعة من القضايا القانونية والعلمية والفكرية. بالتالي الجامعة أصبحت فضاء مفتوح في إطار الشراكة مع المجتمع المدني. وهنيئا لجامعة عبد الملك السعدي، وهنيئا لمنبر الجهة، وهنيئا لنا كمجتمع مدني بهذه الجامعة إن شاء الله اللي نكون شريك أساسي معها. وشكرا. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فأنا بدوري أخوكم
خالد الصحراوي موظف بجامعة عبد الملك السعدي، أصالة عن نفسي ونيابة عن السيد الرئيس وباقي العمداء والمدراء، وباسم مكونات جامعة عبد الملك السعدي أساتذة وإداريين وطلبة، أرحب بالوفد الذي زارنا أو المكتب الذي زارنا، وعلى رأسهم الأخ الفاضل صلاح السويدي رئيس منتدى الصحراء للحوارات والثقافات، والأخت منسقة فرح درعا تفلت. مرحبا 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 بكم. جيت فاز مكناس وكذلك كان في الزيارة السابقة كان إن شاء الله إن شاء الله. مرحبا بكم في داركم، فأرحب بكم وأدعوكم لزيارة جهة تطوان طنجة تطوان الحسيمة، ولزيارة جامعة عبد الملك السعدي التي نفخر ونعتز بانتمائنا إليها. فمرحبا بكم وتحية وتقدير، وأشكركم على هذه الزيارة التي تركت في أنفسنا الأثر الطيب. فالرواق رواقكم وجل جل الإصدارات المعروضة هنا رهن إشارتكم كهدية من طرف رئيس جامعة عبد الملك السعدي، وتحية وتقدير للجميع. للأخت كتاب من إصدارات جامعة عبد الملك السعدي، وهو يحمل اسم عبد الملك السعدي أحد الملوك الثلاثة في معركة واد المخازن، وعلى هذا الأساس أخذت اسم جامعة عبد الملك السعدي، وهو من تأليف مجموعة من السادة الأساتذة بكلية الآداب، منهم الأخ عبد العزيز الشهبار، فالدكتور مصطفى الغاشي ويعمل حاليا عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان، إضافة إلى الدكتور المتقاعد محمد عبد الواحد السعدي. العلوي فاطمة الزهراء، الدكتورة العلوي فاطمة الزهراء، منسقة الفرع الجهوي الضرعتي. العلوي فاطمة الزهراء، منسقة الفرع الجهوي لجهة الضرعتي. منسقة الفرع الجهوي. الجهوي. لمنتدى الصحراء هو الثقافات بجهة الضرعتي. منتدى الصحراء بجهة الضرعتي فيلات. أخوكم خالد الصحراوي. شكرا. اسمون على أبو سلمة. شكرا. شكرا جزيلا أستاذ خالد، بارك الله فيك، شكرا على هذه الالتفاتة، بارك الله فيك. هناك هدية أخرى. هناك هدية أخرى. السيد رئيس الجامعة. السيد أخي راشد. رئيس. باسم رئيس جامعة الملك السعدي. بارك الله فيك. ونحن في انتظاركم لترتيب. نكرم المرأة المغربية في شخص الدكتورة فاطمة الزهرة العلوي، هي منسقة الفرع الجهوي بجهة درعة تافيلات. مرحبا مرحبا. تستحق. مرحبا. نحن أنا كرئيس لا نقبل الهدية، ومعايا من أهرامات الفروع الجهوية في أقصى الجنوب المغربي. هذا نوبل منكم. جهة درعة تافيلات اللي هي جهة غنية وجهة عزيزة علينا. الأستاذة أبانت عن حنكتها كدكتورة باحثة وكمنسقة الفرع جهة درعة تافيلات لمنتدى الصحراء الهوى والثقافات، تستحق كل التقدير والاحترام، وشكرا لكم جزيلا. ونحن في انتظار زيارتنا بالجامعة ولتبادل الزيارة إن شاء الله. بارك الله فيكم، شكرا جزيلا للالتفاتة، بارك الله فيكم.